كثيره هي اوجه الفساد المالي والاداري في محافظه نينوى وهذه احداها مشروع خدمي سياحي يعرف باسم كورنيش الموصل ترك منذ نحو عشر سنوات دون انجازه ولم يعرف اين ذهبت الاموال المخصصه للمشروع الى اليوم عشر سنوات على وضع حجر الاساس لمشروع كورنيش الموصل، فتره تعاقب خلالها عدد من المحافظين الذين تسنموا المنصب وتركوا المشروع دون انجاز ليتحول في نهايه المطاف الى مكب للنفايات. مبالغ كانت مخصصه في وقت محافظه النجيفي تزيد على 13 مليار او تزيد ربما، كانت مخصصه لاتمام مشروع كورنيش المقام على نهر دجله. وهذا النهر دجلة معروف العراق نهر دجلة والفرات الذي أضخم الأنهار في العالم هذه المبالغ اختفيت فجأة ولم يحرك ساكنا ولم يتم مشروع الكورنيش والمحافظ بعد النجيفي أتى نفل العقوب ولم نرى شيئا وبعده المحافظ الآخر أين مصير هذه الأموال؟ نحن نأسف على الحكومات السابقة التي هدرت المليارات على إعمار وإنشاء هذا الكورنيش الذي يعتبر منتجع سياحي لأهل مدينة الموصل فنحن نطالب كأهل مدينة الموصل أين ذهبت هذه المليارات سرقت في سنة 2013 وعندنا خيرا المحافظين أربع محافظين يعني مسكوا المدينة و 2017 أي يعني لما تسرق المليارات الم يكن هناك حسيب، الم يكن هناك رقابه ماليه، الم يكن هناك ناس تحاسبهم اين ذهبت المليارات وصرفت ومدينه منكوبه ولحد الان المدينه منكوبه وتعاني ما تعاني. مليارات الدنانير تم صرفها على مشاريع غير مكتمله واخرى وهميه في الموصل. والأهالي يتساءلون عن دور بلدية المدينة المسؤولة عن إنشاء وإكمال المشاريع الخدمية ومنها مشروع كورنيش الموصل ليش تربح يربح أبو المقاول؟ ليه محصة بيها؟ بلدية لها حصة من المقاول تأخذ؟ اخي بلدية إيش شغلة؟ غير شغلة تعمير البلد؟ كورنيش الموصل المنسي كما يصفه سكان الموصل واحد من مشاريع كثيرة في محافظة نينوى ذهبت اموالها المخصصه الى جيوب الفاسدين ليترك السكان بلا خدمات